كل النوادي ليها جمهور والأهلي شعب، كلمات بسيطة لكن فيها إقرار بواقع ملموس كلنا اصلا يعني عناصر فيه وجزء منه وكلنا شاهدين عليه. وهي كمان كلمات واحده من اغنيات ضيفنا اللي منورنا النهارده ومنورنا النهارده، فنان اهلاوي اصيل دايما حاضر بمنتهى القوه وبشكل عملي مع كل انتصار جديد ومع كل انجاز جديد بيحققه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، واخرهم كمان طبعا الفوز بالكاس واللي نتج عنه اغنيه جديده من اغنياته. منورنا ومشرفنا النهارده الفنان الاهلاوي جدا الشاب أدهم عادي. يا منور الدنيا كلها. بنور حضرتك طيب. طبعا بنور حضرتك. مساء الخير عليك طيب. يا أدهم منورنا ومشرفنا طبعا طيبة. في الأهلي في رمضان أغنية حلوة قوي دي الوقت الصعب. دي معمولة من حوالي سنتين كان الأهلي خسر الدوري وكان في شوية كواليس حاصلة كده مع النادي ومع الفرقة وقررنا إن احنا نعمل الموضوع بس ده. بس يعني احنا نادرا لما النادي الأهلي بيعدي بوقت صعب الحمد لله. بس انت اخترت اللقطة او اخترت التوقيت ده بالذات علشان تعمل الاغنية علشان تساند النادي. هو يعني الوقت ده بالذات كان محتاج ان احنا كلنا نبقى جنب الكيان باي شكل من الاشكال. الكلام كتير والقيلة والقلب بشكل يعني بشكل كبير قوي في الشاشات. فالحمد لله الحمد لله الاغنية نزلت. انت حبيت بالاغنية دي تكون لسان حال الجمهور. كده برضه وهي الاغنيه سمعت مع الناس جدا والناس حبتها جدا وبسطتها. يعني هي الكلام بسيط، كلام استاذ هاني الراوي ولحن استاذ محمد الحسيني الزملكاوي وتوزيع عمرو الخضري، ومغني معايا فيها اخويا مروان ممدوح مطرب شاب محترم. احنا قبل ما نعرف بقى عن يعني انت ايه وكانك شبه متخصص في الغنى للنادي الاهلي، واكيد ده ما ينفيش ان انت برضو ليك الوان غنائيه تانية ممكن تبقى بتحبها او بتمارسها بالفعل. بس قبل ما نتكلم معاك عن كل التفاصيل دي خلينا ناخد يعني فكره كده عن خلفيه ادهم علي، يعني دراستك شغلك نعرف عنك اكتر بعد كده ندخل بقى في اغانيك للنادي الاهلي. هو انا اصلا ما كنتش مطرب يعني انا كنت بحب الغنى لحد 2018 وكنت شغال في اوراق يعني في شركه من شركات المحمول، و بالصدفه كده زمايلي قاعدين فقالوا لي في بيجات بتعمل كليبات او بتعمل اغاني للناس اللي صوتها حلو وبتاع. فقلت لهم اوكي يلا ما فيش مشكله اجرب. فراحوا جايين هم بعتوا للبيج ده ورحت غنيت وعملت حاجه كده للاستاذ تامر عاشور اسمها كل يوم نتلاقى. وبعدين نزلت ببص تاني يوم لقيتها عامله 17 مليون مشاهده ما شاء الله. الكلام ده كان في 2017 سوشيال ميديا صح قوي اول 2018 هي اغنيه طبعا. عاطفيه رومانسيه ولا دراما؟ هي اغنيه دراما أوكي. وانا كنت مغنيها بالشكل بتاعي اوكي. ف من ثالث يوم مثلا بقيت امشي في الشارع الناس عارفاني مش انا مش فاهم فيه ايه. يعني اخش مثلا مكان لأ الناس بتجري عليا تتصور معايا مش انا بغني من زمان ايام الجامعه وايام الدراسه وايام 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 بس ما يعني كان طموحي. وبعدين اتجهت للحياه العمليه لما لقيت اني لا مش سكتي. طب حسيت ان انت اتاخرت في الخطوه؟ انت بتقول ان انت عندك الموهبه من زمان ونفسك تغني. لا ما تاخرتش بس 2018 اكيد يعني انت شايف انت بدات متاخر شويه بس شايف ان انت بدات متاخر فعلا ولا ان ده كان الوقت المناسب اللي ممكن تظهر فيه؟ هو عموما اي حاجه بتحصل لنا بتبقى بترتيب ربنا سبحانه وتعالى. طبعا كان لازم اخد التجربه العمليه وكان لازم أنا عشان لما اتحط في اللي انا فيه دلوقتي ابقى يعني عارف ان ربنا كرمني جدا. فانا الحمد لله رب العالمين دلوقتي انا يعني ملقب بمطرب الاهلاويه او المطرب الاهلاوي لاني مع كل حدث انا موجود. انت عامل اغاني كتير الوقت الصعب مش هي بس الاغنيه، احنا عايزين تعرفنا على الاغاني كلها. ده غير الاغاني بقى بتاعتي انا، وانا منزل البومين ومنزل اغاني سنجلات. اخر حاجه كنت منزل بنقابل ناس دي نزلت قبل رمضان بشهر والحمد لله. قول لنا عن اغاني الاهلي كلها اساميها ومين اخرهم. هي ما شاء الله هي ما شاء الله دي اغنيه من دي اخر حاجه نزلت بعد ماتش الاهلي والزمالك مغني فيها انا والمطرب احمد علي. هي كلمات هاني الراوي برضو الحان الحاني توزيع ميدو مزيكا. دي كانت اخر حاجه معموله والحمد لله يعني عملت حاجه كويسه. خلي بالك من حاجه في النوع ده من الاستضافات اي اسم اغنيه هتذكره لازم هنقول لك طب ما نسمع جزء منها عشان تبقى عامل حسابك من اول. انا ما عنديش مشكله بس الاغاني كتير يعني الاغاني بتاعت الاهلي. تعالى نسمع جزء من هي ما شاء الله مبدئيا باعتبار ان هي اخر اغنيه.